شلونكم؟ إن شاء الله بخير. عليكم السلام، صباح النور. اليوم إن شاء الله صباح النور. الله يسلمكم عيني. المحاضرة راح أسجلها إن شاء الله حتى تستفادون منها وما نضطر لأي ثمرة ثانية. تكلمنا بالمحاضرة السابقة عن النظرية النسبية، لكن بالإطار الكلاسيكي اللي افترضوا به العلماء أنه أنا أقدر أوصف حدث معين بالنسبة للمراقبين إذا كانوا متحركين أو كانوا ثابتين، وأسوي في التحويل معين نسميه تحويل غاليلو، أقدر أربط هذا الحدث بالنسبة للشخص المتحرك وبالنسبة للشخص الثابت، وأقدر أنطي وصف خلال معادلة واحدة، مثلا حدث معين بالنسبة لمراقب ثابت وبالنسبة لمراقب متحرك، أقدر أوصف الحدث بالنسبة يعني وصف من المراقب الثابت بدلالة المتحرك، ووصف من المراقب المتحرك بدلالة الثابت، فأقدر أحسب مجموعة من القوانين الفيزيائية حتى أتوصل إلى علاقة رياضية بيناتهم وأطلع معلومة بدلالة معلومة أخرى بالنسبة للمراقبين اثنين. حتى يقدرون يسوون هذا الإجراء، أول الافتراضات افترضوا أنه هذول المراقبين الاثنين الثابت والمتحرك هو يقع ضمن إطار مرجعي معين، وهذا الإطار المرجعي ممكن يطبق بقوانين الفيزياء، تنطبق عليه قوانين الفيزياء، وكل واحد منهم يسجل ملاحظته عن الحدث. من خلال هذه الإجراءات ومن خلال التجارب افترضوا أنه أكو وسط هو وسط الأثير، طبعاً صار الاختلاف على الضوء وسرعة الضوء، فافترضوا أنه أكو وسط يدعى هذا الوسط الأثير، وهذا الوسط هو المسؤول على نقل الضوء، نقل الموجات، نقل الصوت، نقل الحركات الزلزالية وآخره. بعد مدة من الزمن يعني بداية القرن العشرين لما نوضع نظريات أينشتاين دحض الكثير من هذه الافتراضات، وأولها أنه أكو فرق بسرعة الضوء، فهنا صار موضع جدل وصارت عندنا نظرية نسبية خاصة بأينشتاين. أينشتاين افترض افتراضين مهمات جدا حتى يوضح النظرية النسبية الخاصة به، ليش كانت نظرية نسبية عامة خلوها العلماء الكلاسيكيين، لكن ألبرت أينشتاين لا، خلف افتراضين مهمات، وهاي الافتراضين المهمات صارت هي الأساس لنظريته النسبية الخاصة. افترض بالافتراض الأول أنه قوانين الفيزياء هي نفسها بجميع المحاور القصور الذاتي، أي مراقب سواء كان متحرك سواء كان ساكن خليته ضمن إطار مرجعي رفرنس، هذا شنو قوانين الفيزياء تطبق هنا، تطبق هنا بنفس الكيفية، يعني مو لأن هذا متحرك راح أغير قوانين الفيزياء على مودة وهذا لأن ثابت راح تنطبق عليه، لا، هذا افتراض الأول أنه قوانين الفيزياء مطلقة، وهذا الإطلاق يطبق على المراقب الثابت وعلى المراقب المتحرك، هذا الافتراض الأول. الافتراض الثاني اللي افترضه أينشتاين أنه سرعة الضوء هي نفسها سواء كانت بالفراغ سواء كانت بالفضاء وفي كل المراجع، يعني المرجع الشخص إذا خليته بمرجع ثابت هو عنده سرعة الضوء نفسها، إذا كان الشخص متحرك وعده فد محاور مرجعية سرعة الضوء هي نفسها. أول افتراض افترض أنه هذه قوانين الفيزياء ممكن تطبيقها عموماً، شرح يعني الافتراض الأول ماته أنه هاني ممكن أسوي هذه القوانين وأطبقها وأجعلها مطلقة وعامة، وأقدر أطبقها على كل الكرة الأرضية وعلى المجرة حتى ممكن تطبق هذه قوانين الفيزياء. الافتراض الثاني اللي افترضه أينشتاين وقال إنه سرعة الضوء هي نفسها في كل المحاور المرجعية، طبعاً أرجع أذكركم إنه هذه المحاور المرجعية هي محاور قصورية، يعني شنو محاور قصورية؟ يعني حسب قوانين نيوتن بالحركة الجسم المتحرك يبقى متحرك والجسم الثابت يبقى ثابت ما لم تؤثر عليه قوة خارجية، يعني أنا المراقب اللي عندي الثابت اللي قاعد يراقب الحدث يبقى ثابت، والمراقب المتحرك الثاني اللي قاعد يراقب الحدث يبقى متحرك، وهذا طبعا المحاور ما تتحرك وياه حسب حركته أو هي ثابتة وياه حسب ثبوته،
يعني ما يصير عندي تغيير في حالة المراقب الثابت، ولا شوية يتحرك حتى يوصف لي الحدث، ولا هذا المتحرك ولا شوية يتوقف حتى يوصف لي الحدث، لا. فالمحاور قلنا محاور قصورية، يعني ما تتغير لحد ما يكمل وصف الحدث. شنو اللي يردون يوصفوا لي بعد ما يكمل الوصف، بعد ما يقيسون زمن، بعد ما يقيسون طول، فيما لو صارت عندنا تغيير يصير في ما بعد. هذه القوانين، أو هو هذا الشكل، المحاور المرجعية اللي افترضها أينشتاين، طبعا حتى النظرية الكلاسيكية اللي قبلها ما افترضتها. بالنسبة لتطبيق قوانين الفيزياء عموما وإطلاقا في كل ما يحيط بحياتنا وين ما نحتاجها، وبالمحاور القصورية وخارج المحاور القصورية، كانت هذه مقبولة وتقبلوها العلماء، ويعني حتى بالمناقشة بالإثبات تقبلوها. لكن فيما لو هذا الافتراض الثاني لأينشتاين لما قال سرعة الضوء هي نفسها، هذا شوية صار موضوع جدل. فقالوا شلون إنه هو الضوء في كل زمان وفي كل مكان هو نفسه، عند المراقب المتحرك نفس سرعة الضوء، عند المراقب الثابت نفس سرعة الضوء، داخل الغلاف الجوي نفس سرعة الضوء، خارج الغلاف الجوي هي نفس سرعة الضوء. هذا الموضوع صار موضوع جدل ما بين العلماء. افترضوا حاولوا انه يثبتون انه اكو تغير بالزمن ما بين ذهابه وإيابه، ما بين حركته من مكان الى مكان، بدلاله انه مفترضوا اكو وسط اسمه الاثير، وتجربه مايكلسون مورلي اللي قالوا لا، راح يصير في التغير بالضوء إذا سوينا خلينا يمشي في اتجاه معين ورجعناه، راح يصير عندي تغير بسرعة الضوء. وهذا الشيء انثبته من خلال أنماط الحيود وأنماط مال التداخل البناء والتداخل الهدام بالتجربة، وبعدين فشلت التجربة وأثبتت أنه سرعة الضوء هي واحدة، سواء أخذ مسار أطول، سواء أخذ مسار أقصر، سواء راح ورجع، راح تبقى سرعة الضوء ثابتة في كل المحاور القصورية. هذا شوية اختلفوا وياه. النظرية الكلاسيكية اللي مثلا رادوا يفرضون انه سرعة الضوء هي سرعة متغيرة وممكن انه تزيد او تنقص حسب مكانها، افترضوا افتراض معين. افترضوا بالبداية انا عندي 3 مراقبين، مراقب A ومراقب B ومراقب C، راح اثبت واحد من المراقبين بالوسط، خلينا نقول مراقب A، وعندي مراقب B ذهب باتجاه اليمين ومراقب C ذهب باتجاه اليسار. اللي راح باتجاه اليمين اتحرك بربع سرعة الضوء، يعني 1/4 من سرعة الضوء، واللي راح باتجاه اليسار اتحرك ب3/4 سرعة الضوء، يعني راح بهالاتجاه 3/4 من سرعة الضوء، عفوا هم 4، 1/4 عفوا، 1/4 من سرعة الضوء، يعني واحد راح لليمنى واحد راح لليسرى. من اجوا يردون يحسبون سرعة الضوء، طبعا هذا من يتحرك بسرعة معينة قطع مسافة معينة ضمن زمن معين. هسه انا ايش اريد احسب؟ اريد احسب هذه السرعة او سرعة الضوء بالنسبة للمتحرك لليمين وبالنسبة للمتحرك الى جهة اليسار. لقوا انه المتحرك الى اليمين ايش صار عندي؟ صار عندي سي ناقصا سرعة الضوء ناقصا سرعة الضوء على 4، واللي متحرك العفو المتحرك لليسار ناقص والمتحرك لليمين زائد. فشافوا سرعة الضوء تغيرت ما بين اليمين وما بين اليسار. احنا ماخذين انه الحركة اذا صارت باتجاه اليمين تكون موجب، واذا صارت باتجاه اليسار تكون سالب. فالمتحرك باتجاه اليمين هو متحرك بربع سرعة الضوء، من إجيت أني حسبت السرعة مالته هي صارت سي زائد الربع، والمتحرك باتجاه اليسار هو ياخذ الإشارة السالبة، فصارت أدي سي ناقصا ربع. هنا من سووا هاي التجربة إيش قالوا؟ قالوا المتحرك باتجاه اليمين سرعته تختلف عن المتحرك باتجاه اليسار، وهذا الشيء غلط مو صحيح. أينشتاين دحض هذا النظرية وأثبت أنه المتحرك باتجاه اليمين هو نفسها سرعة الضوء، والمتحرك باتجاه اليسار هو نفس السرعة يمتلك إذا كانوا متحركين بنفس سرعة الضوء. فلا هنا الحركة تختلف ولا السرعة تختلف،
ولا بالاتجاه الآخر يختلف والسرعة تختلف. هنا أدحض بصورة كاملة نظرية مايكلسون مورلي وأثبت أنه سرعة الضوء هي واحدة، سواء كانت لليمين سواء كانت لليسار للأعلى للأسفل، سرعة الضوء هي واحدة وما تتغير من مكان إلى آخر. فإذا عندي 3 مراقبين حسب نظرية أينشتاين، واحد بالوسط وواحد لليمين وواحد لليسار، واثنينهم يتحركون بنفس سرعة الضوء، طبعا اللي بالوسط بقى ثابت واللي على الأطراف تحركوا، أثبت أينشتاين أنه المتحرك إلى اليمين هو نفس سرعته اللي هي قياسا بسرعة الضوء ما يزيد ولا ينقص، والمتحرك إلى اليسار راح يمتلك نفس السرعة بدون زيادة أو نقصان، وإن كان واحد متحرك بالاتجاه الموجب للمحاور والاتجاه السالب للمحاور هذا ما يأثر على سرعته واللي هي ربع سرعة الضوء. هاي النظرية اللي تخص الضوء تفسيرها شوية يعني شو نقول ما يحاكي الفطرة السليمة، يعني العلماء بذاك الوقت حتى من كانوا يعطون افتراضاتهم كانوا يشوفون تقبل الناس إلها يعني قلبيا قبل أن يكون عقليا، يعني هذا قانون، أنا أفترض أنه أنت سرعة الضوء إذا أنت تمشي بسرعة مثلا غير ما أنه أنت واقف أو داخل الغلاف الجوي غير ما خارج الغلاف الجوي يشوفه يصدقه، لما يقول له لا تعال هذا سرعة الضوء هي نفسها وين ما تروح وبأي مكان على الكرة الأرضية خارج الكرة الأرضية ترى نفس سرعة الضوء، يشوفون عندهم عدم تقبل. فهنا هي نشأت النظرية النسبية الخاصة بأينشتاين واللي كلها علاقتها بالضوء. طبعا أينشتاين وصفوه بالجنون لما خلى هذه الفرضيات، كانوا جماعة النظرية الكلاسيكية كلش مسيطرين وقوانينهم وفرضياتهم كانت تمشي وكانت مقبولة والناس تتقبلها بكل رحابة الصدر، وكأنما هم يعني جايبين فتشي ما صاير وغير قابل للنقاش. من إجا أينشتاين وفرض هاي الفرضيات حتى اتهموا بالجنون. نتيجة الفرضيات الاثنين الأساسيات اللي افترضهن أينشتاين، وأنه كل محاور القصور الذاتي هي تطبق بها قوانين الفيزياء بصورة عامة ومطلقة بدون أي تغيير، هاي الفرضية الأولى، وسرعة الضوء هي نفسها سواء كانت داخل الكرة الأرضية خارج الكرة الأرضية على أي مكان من أجزاء الكرة الأرضية سرعة الضوء نفسها، هذه الفرضيتين أنطتني عدة نتاجات. من هذه النتاجات هسه راح نشوفها احنا، وانطتني اعتبارات راح نشوف شنو هذه النتيجة اللي طلع بها اينشتاين. طبعا اينشتاين طلع بنتيجتين رئيسيات، طبعا مو بس نتيجتين، اكثر من نتيجتين. خلينا نشوف الظاهرة الاولى اللي ناقشها هي ظاهرة تمدد الطول، يعني شنو تمدد الزمن، سوري. هسه نجي إلى النظرية النسبية بالنسبة للزمن. خلى هسه أينشتاين نظريته النسبية الخاصة ثبت هاي الفرضيتين، فمو ثبت هاي الفرضيات وهاي هي انتهى، لا اجتي استنتاجات. فأول شيء ناقشه هو نسبية الزمن relativity of time اللي هو التي نوت، حتى يثبت شنو اللي يصير بالزمن، انه بالنسبه للمراقب المتحرك واللي يتحرك طبعا بسرعه قريبه من سرعه الضوء، سرعه الضوء هي اعلى سرعه موجوده وما حد قدر يوصلها. ممكن الاجسام اللي تعجل بتعجيل مثل الالكترونات تعجل بتعجيل خاص توصل قريب من سرعه الضوء، لكن ما يصير مو سرعه الضوء نفسها. فش قال؟ قال الزمن بالنسبه للمراقب الثابت يختلف عن الزمن بالنسبة للمراقب المتحرك. شلون أثبت هذا الشيء؟ من خلال إجراء تجربة. خلي بس أرجع على الشكل مالتها هذه. قبل هذه إحنا عندنا الشكل المفروض موجود، بس الظهر أنا ما جايبته لهنا. لحظة طلاب، بس خلي أروح على المصدر مالتنا. طبعا المصادر موجودة عندكم، special theory هذا الشكل.
هذا الشكل هنا، أنا خلي أكبره لكم بعد. إحنا هنا هسه شو نريد نسوي؟ نريد نقيس نسبية الزمن. راح نقيس أول شيء الزمن بالنسبة لمراقب ثابت. هذا المراقب الثابت شو راح يقيس الزمن؟ إيش عندي أنا؟ عندي ساعة. هذه الساعة مو هاي ساعتنا اللي إحنا نعلقها على الجدار أو اللي نلبسها بإيدينا، هاي الساعة ترتيبها يختلف. عبارة عن مصدر ينطيني ومضة من الضوء، وعبارة عن مرآة، وهذه المصدر وهاي المرآة أكو بيناتهم فد مسافة. هذه المسافة أسميها L نوت. هذه L نوت نسميها طول الساعة. هسه أنا إيش عندي؟ عندي ساعة عبارة عن مصدر ضوئي، مرآة، وبيناتهم مسافة أسميها L نوت. هسه هنا أكو شخص هو في حالة سكون يريد يحسب لي الزمن اللي قطعه الضوء، أو إيش قد راح تطلع عندنا الزمن، شلون راح يتغير. هذا المصدر الضوئي يطلق ومضة ضوء، تروح هاي الومضة للمرآة تصطدم بالمرآة، إيش قطعة مسافة L نوت. بعد ما اصطدمت هذه الومضة بالمرآة راح ترجع مرة ثانية للمصدر، أيضا قطعة مسافة L نوت، L نوت ذهابا و L نوت إيابا. لما يجي هذا الومضة مالت الضوء تصطدم بالمصدر، ايش راح تسوي الساعة اللي موجودة؟ راح شلون نقول احنا تسوي تكة واحدة، شلون ميل الثواني من يتحرك بكل ثانية يتحرك تكة واحدة. فهذه هنا الساعة بترتيبها تروح ومضة الضوء ترجع ومضة الضوء، صارت تكة واحدة. من تيجي هنا الفلاش أو هو هاي الومضة مالت الضوء تخلي هذا المصدر يطلق ومضة ثانية، فتروح الومضة وتجي، أيضا صار عندي تكة ثانية، وهكذا كل ذهاب وإياب يسوي تكة واحدة. هذا المصدر الضوئي الضوء به هو طبعا يتحرك بسرعة الضوء، فش صار عندنا احنا هسه شو نريد نحسب؟ نريد نحسب دلتا تي. طبعا هذا دلتا تي، شوي اصغرها، دلتا تي نوت. التي نوت هو شنو؟ هو الزمن او الفترة الزمنية لما تكون الساعة في حالة سكون، لان هسه راح ناخذ لما تكون الساعة في حالة حركة. انا هذه الساعة عندي ثابتة في مكانها، مستقرة، الضوء ذاهب راجع، فأريد أقيس الدلتا تي نوت شقد يستغرق هذا الومضة ذهابا وإيابا، شقد تستغرق زمن. فلقوا أنه الدلتا تي نوت تساوي 2 ال نوت على سي. الزمن شو يساوي؟ المسافة على سرعة الضوء. طبعا هو هذا الضوء أخذ سرعة الضوء فراح ورجع، قطع مسافة 2 ال نوت وقسمت على سي، فش راح يطلع عندنا؟ راح يطلع عندنا 2 ال نوت على سي. هذا الزمن هنا اسميه الزمن الخاص بالساعة في حالة السكون. راح اجي هسه شو اسوي؟ اخلي عندي مراقبين، واحد ثابت وواحد متحرك. راح اروح على المراقب الثابت والمراقب المتحرك حسب هذا الشكل. هذا هنا المراقب ثابت، هنا أنا عندي المراقب متحرك، أو مع حركته راح تتحرك الساعة. يعني أنا هنا الساعة عندي مو ثابتة، فاللي راح يصير شنو؟ بالنسبة للمراقب الثابت شنو اللي راح يشوفه؟ لما ينطلق وميض الضوء يكون المراقب المتحرك في هذا المكان عند أي، هذا ينتقل مسافة L، ياخذ L، فش راح يصير؟ هنا راح عنده يصير انعكاس. المراقب الثابت يشوف الضوء انعكس عند نقطة B، هذا متحرك بسرعة U، مع حركته راح يتم اكتشاف الضوء وهو عند نقطة C. هذه الساعة هالمرة مو ثابتة، هذه المرة راح يكون متحركة عند انطلاق ومضة الضوء. المراقب أو الساعة المتحركة هنا لما توصل للمرآة قطعت هذه المسافة خلال مدة زمنية، وصل المراقب هنا هذا المتحرك، لما انعكست ورجعت وتم اكتشافها، فش صار عندي؟ صار عندي الموقع الثالث، انه تم اكتشاف الومضة الضوئية هنا. فتخيلوا خلال المدة الزمنية احنا دلتا تي نوت من كانت الثابتة راحت ورجعت بنفس مكانها بدون تغيير،
لكن هنا أنا على ما انطلق وميض الضوء ورجع مرة ثانية حتى يسوي تكة واحدة مثل ما قلنا، هنا قطع مسافة. هذه المسافة منين أطلعها؟ أطلعها من سرعة المراقب أو سرعة هذه الساعة المتحركة في دلتا تي. إيش قد أخذ زمن من لحظة انطلاق ومضة الضوء إلى لحظة استلام ومضة الضوء، يعني خلال تكة واحدة خلينا نقول. فشافوا هنا أنه الزمن متغير. شلون يتغير هذا الزمن؟ هسه خلينا نشوف من خلال المعادلات. أعتقد المعادلات هنا. المعادلة في الساعة في حالة السكون دلتا تي نوت تساوي 2 ال نوت على سي، لكون الساعة ثابتة. هسه هنا أنا عندي الساعة تحركت، فهنا عندي أني حركة هذه الساعة أنطتني زمن يختلف عن الزمن اللي قاسته الساعة الثابتة. إذا تردون تحسبون مثلا دلتا تي، شوفوا هذا ال نوت اللي هو طول الساعة، وهذا هنا أنا عندي ال المسافة اللي يقطعها الساعة المتحركة أثناء حركته من نقطة إلى أخرى، هذا ال نوت وهذا ال نوت. إيش صارت؟ الشعاع الضوء يتحرك 2 ال، فإذا أريد أطلع دلتا تي هو عبارة عن 2 ال على سي. ما راح أستخدم هنا ال نوت لأن المراقب متحرك وهنا ال ال صار بها تغيير عندي. زين ال ال شلون أطلع قيمته؟ إذا تلاحظون أنه كأنما طبعا هذه ال نوت هي هذه نفسها ال نوت، إذا تاخذ نصف هذا الشكل خلينا نقول، فش راح يطلع؟ كأنه ما عندك مثلث قائم الزاوية هذا من بي إلى عموديين، يعني هذا كله ال نوت توصل هاي التوصيلة الخيالية، فش راح يطلع عندك مثلث قائم الزاوية. إذا تريد تحسب ال نوت ايش راح يساوي؟ عندك مربع الضلعين القائمين اللي هو ال نوت تربيع هذا زائد نصف هذه المسافة. أنا شو أريد أحسب؟ أريد أحسب الوتر اللي هو L، فمنين أجيب قيمته؟ من L نوت، لأن هذه معلومة L نوت تربيع راح تصير زائد هاي المسافة من A إلى C هي U دلتا T. فإذا أريد أنا آخذ فقط من A إلى B، شو راح آخذ؟ آخذ نصف هذه المسافة. فشو يصير؟ ال L راح يصير عندي قيمته 2 تحت الجذر ال نوت تربيع هذا الضلع القائم، والضلع الثاني اللي هو نصف يو دلتا تي ايضا تربيع. اخذ هذا قيمة ياخذ هذا القانون زائد القانون الاول اللي حكينا عنه، راح يصير بتعويضات اطلع دلتا تي اللي هو الزمن لما يكون المراقب متحرك او الساعة متحركة بدلالة الزمن لما يكون المراقب ثابت. إذا نريد نسوي فد مقارنة بسيطة بين دلتا تي نوت ودلتا تي، راح نشوف إنه أكو تغيير بالزمن. في حالة دلتا تي نوت أقسم الدلتا تي هنا، خل أرجع للقانون حتى أشوف لكم إياه. دلتا تي نوت شو يساوي؟ يساوي الاثنين ال نوت على سي. طبعا أنتم تعرفون إنه سي قيمتها جدا كبيرة جدا كبيرة، 300 ألف كيلو متر بالثانية، فهذه السرعة عالية جدا. أي رقم أقسمه على سي راح ينطيني شيء قمة بالضآلة. يعني إيش قد تريد تصير طول الساعة؟ متر أكثر كيلو متر، راح يجي كلش ضئيل، يعني يكاد يكون ماكو شيء، رقم أخو الصفر مثل ما يقولون. هذا إذا قسمت أي طول على سرعة الضوء راح تعطيني قيمة جدا بسيطة. هذا شنو معناته؟ إنه الفترة الزمنية لما نكون احنا مثلا في حالة ثبات، في حال ما نحس إنه اكو صار في التغيير بالزمن، يعني الساعة اللي تشتغل على الثواني مالتها، مثلا احنا هسه خلينا نقول احنا لا بالشمال الكرة الأرضية حيل ولا بجنوب الكرة الأرضية، خلينا نقول احنا بالوسط تقريبا. الثواني عندنا تشتغل بنفس الكيفية اللي تشتغل بها شمال الكرة الأرضية واللي تشتغل بها جنوب الكرة الأرضية. شخص ساكن شمال الكرة الأرضية نفس تكة الثواني تاخذ نفس الفترة الزمنية، أنا هذا قصدي. يعني الدقيقة عندنا 60 ثانية، نفس الدقيقة اللي عندهم 60 ثانية شمال الكرة الأرضية، نفس الدقيقة اللي عندهم 60 ثانية
جنوب الكرة الأرضية، ماكو أي تغيير. ليش؟ لأن هاي الساعات اللي أستعمل بيها الضوء حتى أقيس الدلتا تي نوت راح أقسمها على سي، فراح يطلع الفرق ضئيل جدا، يكاد أنه لا يحس ولا يرى. هذا بالنسبة لما يكون المراقب ثابت وأريد أحسب دلتا تي اللي هي دلتا تي نوت. بالنسبة للمراقب المتحرك شو راح يصير عندي؟ إنه دلتا تي راح تساوي دلتا تي نوت على 1 ناقص نيو تربيع سي تربيع. هاي شو وقت؟ لما يكون عندي سرعة الضوء قريب، سرعة الجسم المتحرك قريبة من سرعة الضوء. هنا أنا عندي الزمن تغير، تغير بمقدار هذا العامل. هذا العامل اللي هو 1 ناقص نيو تربيع على سي تربيع، طبعا هذا يجيني من ترتيب المعادلات أعلاه. إذا طبعا هذه القيمة إيش قد ما يتحرك الجسم فهو أقل من سي تربيع. إذا أقسم رقم أقل من الرقم، يعني بسط ومقام، الرقم اللي بالبسط أقل من الرقم اللي بالمقام، إيش راح يعطيني؟ راح يعطيني بالنتيجة أقل من 1. فإذا قسمت هنا وطلعت أقل من 1، أكيد راح تطلع أقل من 1، لأن ما معقولة إذا سرعة جسم تساوت ويا سرعة الضوء، فإيش صار عندي؟ 1 على 1 صار 1، وواحد ناقصا 1 راح يطلع 0، فمن تحت الجذر راح تطلع قيمة جدا خيالية. فهنا أنا ما راح ينطبق عندي هذا القانون. الجسم يتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء لكن لا تصل إلى سرعة الضوء، راح تطلع هنا قيمة أقل من 1، حاصل القسمة 1 ناقص هذه القيمة الضئيلة، وبعدين أرجع أطلعه من الجذر راح يطلع فد رقم معين، أجي أقسم دلتا تي نوت اللي هو الفترة الزمنية لما يكون المراقب في حالة سكون، راح ألاقي إنه دلتا تي تغيرت. إيش قد صارت؟ إذا أقسمه على رقم قليل جدا بالبوينتات أكيد، فراح تطلع هاي القيمة أعلى. فاللي راح يصير هنا شنو؟ راح ألاحظ إنه الزمن كبر، صار عندي كأنما تمدد بالزمن. هذه أول وأهم الفرضيات اللي افترضها أينشتاين في حالة أنه عندي جسم متحرك. هذا الجسم المتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء، ما نقول سرعة الضوء نفسها، راح تتغير كل شيء إذا قلنا سرعة الضوء. فش راح يسمى؟ راح يصير عنده تمدد بالزمن. يعني شنو تمدد بالزمن؟ يعني هو شنو الزمن؟ يعني فد شلون نقول فد سلك حديد ويتمدد راح يصير أطول؟ لا. الثانية، في حالة المركبة المتحركة بسرعة قريبة من سرعة الضوء ما راح تاخذ نفس الوقت حتى تكمل تكث، يعني شو احنا مثلا هسه خلينا نقول بالتشبيه عندنا ساعتنا والميل الثواني يسوي تك تك تك، بينما في حالة انه هذا الشخص متحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء يسوي تك تك تك، تاخذ مدة اطول يلا تتحرك للثانية اللي بعدها. هي هاي ظاهرة تمدد الزمن. فالاشخاص اللي يطلعون للفضاء الخارجي ساعتهم ما تشتغل مثل ساعتنا، بشرط انه يتحركون بسرعة عالية جدا، بسرعة عالية جدا قريبة من سرعة الضوء. ساعتهم ما تشتغل مثل ساعتنا. احنا ساعتنا 60 ثانية الدقيقة، العفو 60 ثانية، هو يمكن من يطلع للفضاء الخارجي احنا تقضي عندنا 60 ثانية وهو بعده ما مكمل ثانيتين. سووا تجربة حتى يثبتون انه هل تأثير الزمن بهذه السرعة العالية فعلا موجود. جابوا اخوان اثنين توأم اعمارهم اعتقد 30 سنة حسب ما اتذكر من هالقصة اللي قريتها، 30 سنة، واحد بقى على الارض والثاني اخذوه برحلة بسرعة عالية جدا. بعد مرور 10 سنين رجع هذا الشخص اللي كان موجود بالمركبة الفضائية، رجع للكرة الارضية، لقى الاخ اللي بقى على الكرة الارضية عمره 40 سنة، اما الاخ اللي جاي من الفضاء عمره يمكن 32 سنة فقط. احنا المدة بالنسبة لنا مرت 10 سنين، لكن هم بالنسبة لهم ما مرت 10 سنين، وكأنما مر سنتين فقط. هذا اللي صار عندهم تباطؤ، تباطؤ مو فقط بالساعة الاعتيادية وإنما حتى بالساعة البيولوجية. شافوا إنه هذا اللي بقى على الكرة الأرضية خلال 10 سنين ملامحه تغيرت، بشرته تغيرت، مثلا بعض القدرات الجسدية عنده تغيرت، مثلا شكل العضلات عنده تغير. يعني هاي التجربة حقيقية؟ حقيقية 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 هاي التجربة. فهذول اللي هذا اللي يرجع يعني كأنما عمره 32 سنة.
فشافوا إنه بشرته لا تزال نفس بشرة الشخص اللي عمره 32 سنة، قدراته الحيوية نفس اللي عمره 32 سنة. فأثبتوا إنه الساعة بالفضاء بالمركبات اللي تسير بسرعة عالية جدا، أرجع أأكد سرعة عالية جدا، وليست هذه السرعة الاعتيادية، إنه الميل الثواني ما يتحرك مثل ما يتحرك على الكرة الأرضية، راح يصير الميل يتحرك بشكل أبطأ، راح يصير عندنا تباطؤ بالزمن. هذه واحدة من استنتاجات النظرية النسبية. طبعاً هذه من الاستنتاجات المهمة جداً، إنه المركبات التي تتحرك بسرعة عالية بالفضاء الخارج أو يعني بأي مكان، لكن تتحرك بسرعة عالية جداً، راح يصير عندها تباطؤ بالزمن، عداد الزمن عندهم يصير أبطأ من عداد الزمن عندنا، حتى لو أخذ نفس الساعة، خلينا نقول ساعة يدوية، والميل مال الثواني على الكرة الأرضية يشتغل حالة حال أي ساعة، لكن إذا صعد للفضاء وتحرك بسرعة عالية جدا قريبة من سرعة الضوء، راح يلاحظ أنه ميل الثواني راح يصير أبطأ وأبطأ وأبطأ ما دام السرعة مالته تزايد. فاستنتج من خلال نظرية النسبية وهاي الفرضيتين اللي خلاهن، إنه إذا تحرك الجسم بسرعة قوية تكاد تقترب من سرعة الضوء، راح يصير عندنا تمدد بالزمن. فلهذا اللي يبقى هنا على الكرة الأرضية ويقضي له 10 سنين، هو في غير مكان لا ما يقضي له نفس المدة، راح يصير عندنا تباطؤ في الساعة، وحتى الساعة البيولوجية للجسم راح يصير بيها تباطؤ. طبعا هذول اللي يسافرون بالمكوك الفضائي واللي يرحون واللي يسوون هاي التجارب ما يجي بيوم ويومين ولا شهر وشهرين، ياخذون سنوات عديدة يلا يرجعون للكرة الأرضية يحجون للموجودين. طبعا هو البث راح يكون متواصل، شنو اللي شافوا، شنو الأحداث اللي مرت عليهم، شنو التجارب اللي مرت عليهم وإلى آخره. احنا ليش ما نلاحظ مدام نمشي احنا على سطح الكرة الأرضية ونتحرك، أكو سيارة تتحرك بسرعة 200 كيلو متر على الساعة مثلا، الطيارة تتحرك بسرعة يمكن 800 كيلو متر بالساعة، وغيرها وغيرها وغيرها. ليش احنا ما نلاحظ هذا الشيء؟ ليش ما نحس بتمدد الزمن؟ يعني مثلا إذا صاعدين بالطيارة، الطيارة تطير أسرع بهواي من السيارة من القطار، بحيث تقطع 800 كيلو متر بالساعة إلى 700 كيلو متر بالساعة، وهذه المسافة يعني مو قليلة، يعني يطلع من خلينا نقول من أربيل يوصل للبصرة خلال ساعة واحدة، بينما أنت إذا تفكر تقطع هذا نفس الطريق بالسيارة تستغرق لك فد يومين مثلا، وإذا تريد تقطع بالقطار تستغرق لك شهرين. فشنو اللي قاعد يصير؟ قاعد يصير انه احنا هذه السرعة اللي تنطلق بها هذه المركبات او تتحرك بها السيارات الطيارات حتى القطارات، يعني لا شيء مقارنة بسرعة الضوء. فلهذا احنا ما يصير عندنا تايم دايليشن، ما يصير عندنا تمدد بالزمن، لان اي سرعة اقارنها بسرعة الضوء هذه السرعة راح تكون جدا قليلة وخارجة من الاعتبار، خلينا نقول ما لها ذاك الاعتبار القوي. ليش؟ لأنها إذا أرد أقارنها مع سرعة الضوء تطلع لا شيء، سرعة الضوء 300 ألف كيلو متر بالثانية، بالثانية أو بالساعة، أعتقد بالساعة مو بالثانية، فأنتوا تعرفون هذا الرقم الخاص بسرعة الضوء. فهنا السرعة عندنا اللي نتحرك بها إحنا كسيارة كطيارة كقطار لا شيء أمام سرعة الضوء. فهذه هنا إحنا ما راح نحس إنه راح يصير عندنا تمدد بالزمن إذا تحركنا باستخدام طائرة تتحرك مثلا أو سيارة أو قطار بسرعة معينة. دلتا تي نوت اللي يقيسه المراقب الثابت هو نسميه البروبر تايم أو الوقت المناسب، أما دلتا تي اللي هو معادلة 2.8 فينطيني تمدد الزمن بالنسبة للمراقب المتحرك. المراقب المتحرك يعتبر نفسه ساكن إذا كان يريد بالنسبة للكرة الأرضية يشوف الكرة الأرضية أو ما على سطح الكرة الأرضية هو المتحرك. يعني أنا إذا أريد أقيس مثلا تمدد الزمن، يشوف هذا المتحرك حيل يحسب نفسه كأنما هو ثابت والكرة الأرضية متحركة، لكن بالنسبة لمراقب على سطح الكرة الأرضية المراقب هو الثابت والشخص اللي موجود بهذه المركبة الفضائية هو المتحرك بسرعة عالية. ومن هنا اجتنا هي نظرية النسبية.
عندنا مثال 2-4. مثال 2-4 شو يقول؟ Immunes are elementary particles. هذه يسموها ميونات، اللي هي عبارة عن جسيمات أولية عندها بروبر أو لايف تايم، يعني اللي هو شنو هو الدلتا تي نوت. لما يقول لك بروبر تايم يعني دلتا تي نوت، أو في 2.2 مايكرو سكند. هذه الجسيمات الأولية تنولد بالفضاء الخارجي، زين عيني، من يصير تفاعل بين الضوء المار وجسي هذه الموليكيولار مات الهواء، جزيئات الهواء، فتتولد هذه الجسيمات الأولية. لكن هذه الميونات عندها زمن عمر قصير جدا، اللي هي 2.2 مايكرو سكند، بحيث تتولد منانا تنفني منا تختفي، يعني ما تبقى ما تتولد وتبقى موجودة، كأنما التفاعل يحدث وينتهي خلال 2.2 مايكرو سكند. They are produced with very high speed in the upper atmosphere. تصير أو تتولد لما يكون أكو سرعة عالية جدا في الجزء العلوي من الطبقة الجوية، وين كوزميك راي، لما تجي هاي الموجات high energy particles from space، لما تجي هاي الموجات عالية الطاقة من الفضاء الخارجي وتصطدم مع جسيمات الهواء، جزيئات الهواء. Take the height L naught of atmosphere to be 100 كيلومتر. يعني يقول لك افترض انه من الاتموسفير اللي هي طبقة الغلاف الى سطح الارض هي 100 كيلومتر. In reference frame of the earth، باعتبار انه انت عندك فد مراجع ثابتة على سطح الكرة الارضية. And find the minimum speed that enable the immunities to serve the journey to the surface of the earth. يقول لك اعتبر انه انت عندك اطار مرجعي على سطح الكرة الارضية، وهاي الميونات هي على مسافة هذا 100 كيلومتر بالفضاء الخارجي. احسب اقل سرعة لازم يتحركها هذا الميون حتى يخترق من مكانه ويوصل الى سطح الارض. طبعا احنا مجرد التفكير انه هذا الميون يصير ويختفي خلال مدة 2.2 مايكرو سكند، ما يقدر يوصل الغلاف الجو، خصوصا إذا كانت المسافة 100 كيلو متر ما بين الغلاف الجوي اللي يتكون به الميونات إلى سطح الأرض التي تحتوي على هذا المراقب وهذا المحور المرجعي. هسه إحنا إيش راح نفترض؟ راح نفترض إنه كأنما أنا هسه إيش عندي هذه الساعة في حالة السكون. نفس الترتيب، أكو مسافة من الأتموسفير إلى سطح الكرة الأرضية، هذه L نوت اللي من ساعة شرحنا عنها وراح تأخذ فد زمن معين. فدلتا تي راح تساوي ل L نوت على C. هنا أنا ما قلت 2 L نوت، قلت L نوت. ليش؟ لأن أنا عندي هاي الميونات فقط راح تنزل للكرة الأرضية. من ساعة الزمن أخذت 2 L نوت. ليش؟ على اعتبار أن الضوء ذهب ورجع. هنا أنا ما عندي ذهاب إياب، عندي فقط نزول. هاي الميونات راح تنزل إلى سطح الكرة الأرضية، وأكو شخص قاعد يراقبها فيريد يشوف لي أنه دلتا تي شقد. طبعا هاي دلتا تي الخاصة بمن؟ بالشخص المتحرك. فإل نوت على سي، إل نوت افترضتها هي 100 كيلومتر معطاة بالسؤال، و 3 في 10 القوة 8 متر على سكند، فراح تطلع 333 مايكرو سكند. هنا يقول حتى الميون هذا يوصل لسطح الكرة الأرضية لازم يعيش عمر مقدار 333 مايكرو سكند. زين، هذا في حالة انه هاي الحركة الطبيعية. انا هسه اوجدت الدلتا تي حتى شنو؟ هذا اللي احتاجه انا حتى اطلع منه اليوم. فش راح يصير عندي إذا أريد هذا الميون يوصل لسطح الكرة الأرضية قبل أن ينفني، قبل أنه ينتهي، هو انولد لكن قبل أنه ينتهي، إيش قد راح يطلع؟ خلي نشوف. نجي نطبق القانون اللي أخذناه آخر شيء، يمكن 2-8، اللي يقول دلتا تي هو شو يساوي لي؟ دلتا تي نوت على 1 ناقص ميو تربيع على سي تربيع. دلتا تي هذه حسبتها من هذا القانون. فدلتا تي نوت هو مطيني اياها من ضمن المعلومات السؤال، انه هو هذا
الميون كل حياته عبارة عن 2.2 مايكرو سكند. من أجي أحسبها من هذا القانون؟ طبعا هذه معلومة، هذه معلومة، هذه معلومة، تبقى فقط اليو مجهولة، شغل الرياضيات، تربعون الطرفين تخلص من الجذر، حاصل ضرب الطرفين والوسطين مع ترتيب أنه كل واحد في جهة معينة، تفصل المتغيرات، يبقى عندك فقط يو. فيو راح تساوي 0.9999 من سرعة الضوء. حتى هذا الميون ينولد في الغلاف الجوي ويوصل إلى سطح الكرة الأرضية قبل أن ينفني، لازم يتحرك بأقل سرعة اللي هي 0.9999 من سرعة الضوء. إذا انطلق بهذه السرعة الميون راح يلحق يوصل لسطح الأرض قبل أن ينفني، لكن إذا كانت سرعته أقل فمستحيل يوصل لسطح الأرض. راح يبقى هذا الميون ينولد بالغلاف الجوي وينتهي بالغلاف الجوي بدون أن يوصل إلى سطح الأرض. طبعا الميون ما ممكن يمتلك هاي السرعة لأنه هو عبارة عن جسيم أولي ينولد ينفني بمدة زمنية قصيرة جدا. هذا فيما يخص تمدد الزمن. إذا عندكم سؤال سألوا. لا والله واضح دكتور، شكرا. واضح دكتورة، ما في سؤال. الحمد لله. نجي هسه على الفرضية الثانية لأينشتاين. أينشتاين اشتغل على الوقت، قال يا بترى الوقت اللي احنا نقيسه مو مثل اللي يقيسوه اللي يتحركون بسرعة قريبة من الضوء، راح يصير عندي تمدد بالزمن، وهذا التمدد بالزمن ما يشمل الساعة اليدوية وساعة الحائط، لا حتى الساعة البيولوجية. هذا الشيء أثبتوه العلماء لما سافروا على متن المركبات الفضائية اللي تنطلق للفضاء الخارجي بسرعة قريبة من سرعة الضوء، فلاحظوا أنه ساعتهم البيولوجية تختلف حتى عن الموجودين على سطح الكرة الأرضية. بعد شنو من الفرضيات؟ هل تمدد الزمن وانتهى الموضوع؟ لا. هنا ايش سوى؟ راح يحكي على باقي الظواهر. طبعا الظواهر اللي تخص النظرية النسبية الخاصة جدا كثيرة، لكن في هذا الفصل مكتفي بالضوء والطول. هسه احنا الزمن، العفو، الزمن والطول، الزمن صار بيتمدد حسب النظرية النسبية الخاصة لأينشتاين. خلينا نجي نشوف الطول شنو اللي يصير بيه بالنسبة للأجسام اللي تتحرك بسرعة مقاربة لسرعة الضوء. طولها راح يبقى نفس ما هو لو راح يصير تغيير؟ وشنو الإثبات على هذا الشيء؟ هنا أنا راح نرجع نستخدم التغيير النفس. بالطول، ها عيني؟ أحسن التغيير بالطول. أكيد راح يصير تغيير بالطول، بما أنه متحرك بهذه السرعة الهائلة جدا راح يصير تغيير بالطول. إحنا هذا كمعلومة نتقبلها، لكن نريد لها الإثبات الرياضي، وحتى مثلا المقابل يقتنع أنه هو فعلا أكو صار تغيير بالطول. راح نرجع نستخدم نفس ساعتنا اللي هي عبارة عن مصدر ضوء ومرآة، وهذا المصدر الضوء يروح ويرجع، وخلينا نشوف شنو اللي راح يصير. هالمرة المرآة ما استخدمتها بشكل عمودي، استخدمتها بشكل جانبي بهذا الترتيب. فعندي هذا مصدر الضوء وهذه المرآة. الضوء حتى يوصل إلى المرآة ياخذ مسافة مقدارها L. عندي مراقب ثابت وعندي مراقب متحرك هو والساعة، هاي الساعة متحركة ويا مراقب متحرك والساعة قاعد تتحرك ويا. باللحظة اللي انطلق بيها وميض الضوء الفلاش، الساعة كانت هنا. باللحظة اللي وصل بيها الضوء إلى المرآة، طبعا هذا المراقب متحرك بسرعة مقدارها يو، باللحظة اللي وصل بيها الضوء اتحرك المراقب من هذا المكان إلى هذا المكان، فوصل شعاع الضوء هنا. لما كان الساعة كانت هنا، من هذه النقطة، من لحظة انطلاق شعاع الضوء إلى لحظة استلام شعاع الضوء على المرآة، إيش قد تحرك المراقب؟ تحرك مسافة L اللي هي المسافة بين المصدر والمرآة زائد نيو دلتا تي. يو دلتا تي هذه المسافة اللي قطعها المراقب المتحرك. يو سرعته دلتا تي 1، ليش؟ لأنه راح يصير عندي حركتين بدل الحركة الأولى. فهنا دلتا تي 1 في حالة إنه الضوء انطلق من المصدر وصل إلى المرآة. هذه
بعدين الضوء ايش سوى؟ هسه اصطدم بالمرأة، لازم يرجع وين؟ يرجع إلى المصدر مالته، انعكاس الضوء يرجع إلى المصدر مالته. رجوع الضوء إلى مكان انطلاقه بعد انعكاسه عن المرأة، هسه ايش أريد أرد أحسب له؟ هم ما أريد أحسب له دلتا تي تو. هنا صار عندي ال ناقص نيو دلتا تي تو، طبعا أخذ زمن من لحظة انعكاسه إلى رجوعه نسميه الزمن الثاني دلتا تيو. هنا صارت العلامة سالب، ليش؟ لأن الضوء رجع يعني تراجع، فان هنا أنا متقدم، فهنا عندي زيادة بزيادة، زيادة بالمسافة وزيادة أيضا بالحركة، لكن هنا أنا رجع دلتا تيو. هنا ايش راح تاخذ؟ هنا طبعا يتحرك بسرعة تيو دلتا تيو، فايش راح تطلع عندي؟ تطلع عندي المسافة L ناقص نيو دلتا تي تو. فصارت عندي هنا كأنما مرتين، فترتين زمنية، لكن في فترة الزمنية الأولى المعادلة عندي زائد L زائد يو دلتا تي 1، لكن في المعادلة الثانية صارت عندي L ناقص. ليش؟ لأن الضوء رجع، مرة راح ومرة رجع. في حالة أنه وصل للمراية صار زائد، لكن لما ننعكس عن المراية ورجع صار عندي إشارة سالبة. هسه أريد نحسب المسافة اللي قطعها الضوء في الحالة الأولى هو سي في دلتا تي 1، إيش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي بنفس الوقت L زائد يو دلتا تي 1 اللي هي نفسها هاي الحالة الأولى، هذه عفوا هذه. فهنا أنا المسافة هذه اللي قطعها هي تساوي لي L زائد نيو دلتا تي 1 C في دلتا تي، راح يعطيني هاي المسافة كلها. هسه ايش راح نسوي؟ راح نشوف في حالة رجوع شعاع الضوء. في حالة رجوع شعاع الضوء أدي المسافة اللي راح يقطعها شعاع الضوء C دلتا تي 2 تساوي L ناقص نيو دلتا تي 2، فترتين زمنية، فترة زمنية للذهاب أنه وصل للمراية وفترة زمنية للرجوع أنه رجع للمراية، صار عندي اختلاف بالزمن. مو بس اختلاف بالزمن، صار عندي أنا الإشارة هنا أنا مرة زائد مرة ناقص. طبعا هي دلتا تي بكونها متحرك بسرعة ثابتة يو تكاد تكون نفسها، والسي هي نفسها، راح يصير عندي هنا تغيير بمقدار ال اللي هو طول الساعة. هنا طبعا ممطيك بعض التشبيهات انه الساعه عفوا المسطره هنا، المسطره في حاله انه الجسم متحرك وفي حاله انه الجسم ثابت، شنو اللي راح يصير؟ لو كان الشخص ثابت راح يشوف المسطره بهذا الشكل، المكعب بهذا الشكل، والكره بهذا الشكل. لو كان الشخص او متحرك بسرعه عاليه راح يشوف المسطره بهذا الشكل، اللي كانت هيجي راح تصير هيجي، المكعب اللي كان بهذا الشكل راح يشوفه بهذا الشكل، والكرة اللي كانت بهذا الشكل راح يشوفها بهذا الشكل. نفس الشيء بالنسبة للكتاب، راح يصير عندي أنا شنو؟ راح يصير عندي ظاهرة التقلص بالطول أو انكماش الطول. هذا الاشتقاق الرياضي أو الإثبات الرياضي على ظاهرة تقلص الطول، إنه أنا أخذ هذه المعادلات اللي أخذتها بالبداية أسوي لها في الترتيب رياضي، أعوض ناس بناس، راح تطلع عندي انه الطول بالنسبه للمراقب المتحرك بسرعه تشبه سرعه الضوء، قريبه من سرعه الضوء، تساوي الطول الاصلي اضربه في واحد ناقص نيو تربيع على سي تربيع. اي كميه راح اضربها بهذا الرقم القليل راح صغرها. في ظاهره تمدد الزمن انا سويت الدلت الزمن قسمته على هذا الحد، فإذا كمية قسمتها على حد صغير جدا راح أكبرها. هنا أنا لا، ال L يساوي L نوت في واحد ناقصا، هذا هنا أنا راح يطلع لي من تحت الجذر بوينتات، فهاي البوينتات إذا أضربها في L نوت أكيد صغرت قيمته. فهنا إيش راح يصير؟ راح يصير عندي ظاهرة التقلص بالطول. L نوت هي طول الجسم بالنسبة للمراقب الثابت، L هذه بالنسبة للشخص أو مراقب يتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء. هذا شنو معناه؟ لو شخص على سطح الكرة الأرضية، هسه شلون هذا مثبت لكم إياه؟
وأكو صاروخ ينطلق بسرعة قريبة من سرعة الضوء. بالنسبة للمراقب على الكرة الأرضية يشوف الصاروخ بهذا الشكل، يشوفه أصغر من طوله الحقيقي. إذا نريد نعكس الموضوع هسه هنا، صاروخ بالفضاء يراقب شخص، يعني شخص هنا داخل هاي المركبة الفضائية قاعد يراقب على شخص على سطح الكرة الأرضية، يشوف سطح الكرة الأرضية بهذا الشكل. ليش؟ تعتبر الكرة الأرضية هي المتحركة وهو ثابت. فالثابت اللي هو هنا على مكان معين، هذا الثابت على الكرة الأرضية، يباوع للجسم المتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء إنه هو أقصر من طوله الحقيقي. مثلا هو هذا الطول الحقيقي للمركبة الفضائية الثابت على الكرة الأرضية، يشوفه بهذا الشكل. هل هذا انكماش للطول؟ يعني صاروخ طوله خلينا نقول 100 متر فرضا، انطلق بالفضاء الخارجي وهذا الانطلاق بسرعة قريبة من سرعة الضوء، هل تحول طول الصاروخ من 100 متر إلى 70 متر مثلا؟ هذه مو يعني إذا أقول يصير تقلص بالطول معناته صار انكماش للجسم، لا، لكن يبدو للرائي، يبدو للمراقب أنه هو أقصر من طوله الحقيقي. إذا ظاهرة تقلص الطول مو معناته أنه أنا الصاروخ عندي انكمش وصار أصغر حجما، بدل ما كان 100 متر صار 70 متر، لا، معناته إذا أنا عندي مراقب على سطح الكرة الأرضية يباوع لهذا الصاروخ المتحرك بهذه السرعة الهائلة، يشوفه بعينه أو يقيسه بالأدوات اللي عنده كأنما هو أصغر من طوله الأصلي. اللي موجود على بالفضاء الخارجي قاعد بالمركبة يباوع للكرة الأرضية المتحركة، راح يشوف الكرة الأرضية هي اللي انكمشت. هل انكمشت الكرة الأرضية؟ لا طبعا ما انكمشت الكرة الأرضية. صار بها تغير بالأبعاد مالتها؟ لا طبعا ما صار تغير بالأبعاد مالتها، لكن ناظر إلها من هذه المركبة راح يشوف أنه الكرة الأرضية تبدو له كما لو أنها انكمشت، كما لو أنها صارت بهذا الشكل. هذه الظاهرة اللي هي تقلص الطول، إيش وقت نلاحظها؟ فقط إذا كانت المركبات أو هذه الأجسام أو المراقب اللي نطلق عليه إذا كان متحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء. زين، هل من الممكن ملاحظة هذه الظاهرة أثناء على سطح الكرة الأرضية؟ يعني أنا مركبة، أنا واقفة بالشارع، سيارة تتعدى علي بسرعة معينة، أقدر أشوفها أطول أو أقصر من طولها الحقيقي؟ على سطح الكرة الأرضية ما تحدث هذه الظاهرة، ما أقدر أشوفها. ليش؟ لأن هذه المركبات، أرجع أقول، تتحرك بسرعة تكاد تكون لا شيء أمام سرعة الضوء. نرجع ونحكي عن سرعة الضوء، هذه سرعة الضوء أعلى قيمة ما ممكن سرعة توصل يمها. فهذه مثلا سيارة تتعدى من يمي بسرعة عالية، قطار يتعدى من يمي بسرعة عالية، طيارة تتعدى من يمي بسرعة عالية، هذه السرعة إذا أقارنها بسرعة الضوء تكاد تكون لا شيء. فلهذا ما أقدر أنه أنا أطبق عليها هاي النظرية، إلا أنه هي تصير تقلص بالطول فتبدو الأجسام أقل طولا إذا تحركت بالنسبة لشخص ثابت على الكرة الأرضية. فهذه الظواهر ليش ما أقدر ألاحظها على الكرة الأرضية؟ لأن الكرة الأرضية الأجسام اللي عليها تتحرك بسرعة بسيطة أقل بهواي من سرعة الضوء. لحد هنا أكو سؤال طلاب عندكم شيء؟ أكو شيء طلاب؟ اسألوا، لا تردوا اسألوا. لا ست واضح ماكو شيء. تاخذون استراحة 10 دقائق. كيف انت اذا تعبتي؟ والله أنا بدي أشرب مي يعني. يلا على راحتك على راحتك. بس أشرب مي.
نرجع نكمل. وصلنا إلى مثال 2-5. مثال 2-5 شو يقول؟ consider the point of view of an observer who is moving toward the earth. افترض أنه عندك ملاحظ أو مراقب متحرك باتجاه سطح الكرة الأرضية بنفس السرعة اللي مش بيها الميون اللي أخذناه بالمثال السابق. In this reference frame, في هذا الإطار المرجعي, what is the apparent thickness of the Earth's atmosphere? لما يتحرك هذا المراقب باتجاه سطح الكرة الأرضية, إيش قد راح يشوف سمك الأتموسفير اللي هي الطبقة الغلاف الجوي الأرضي؟ هنا حتى نحل هذا المثال, إحنا الميون اللي أخذناه قبل شوية لازم يتحرك بسرعة 0.999 من سرعة الضوء حتى يقدر يوصل للكرة الأرضية بدون أنه ينفني أو ينتهي. هنا أنا أريد أشوف شنو اللي راح يصير تمدد, يعني مثلا بالنسبة للسمك الأتموسفير شو راح يشوفه هذا المراقب المتحرك بنفس السرعة. فنروح على L يساوي L نوت تحت الجذر 1 ناقص نيو تربيع على C تربيع. فال L نوت هي موجودة أساساً, الال هاو هي أنا التقلص بالطول إيش قد أرد أشوف راح يصير, شو راح يلاحظ هذا الشخص المتحرك, أطبق فراح يطلع عندي 0.66 كيلومتر أو 660 متر. هذا هنا أنا راح يبين هذا مقدار التقلص بالطول اللي راح يصير واللي راح يلاحظه هذا المراقب أو هذا المشاهد حتى يتحرك من الأتموسفير إلى سطح الكرة الأرضية بنفس السرعة اللي انطلقها الميون. الميون طلعنا إحنا السرعة مالته هي مقدارها 0.9999 من سرعة الضوء. هذا هو مقدار التقلص بالطول, يعني الأتموسفير راح يتقلص الطول مالته بمقدار 660 متر. هذا مقدار التقلص بالطول. الأمثلة هي جدا بسيطة وجدا سهلة إن شاء الله, ما بيها أي مشكلة, بس هذا المثال شوية مطول يعني, فأنا أرشح أنه يبقى على المحاضرة الجاية ناخذ به وقت أكثر, لربما أنتم تعبتوا. أخاف بعد إذا أحشي. أي والله دكتور صار هواية يعني حتى المعلومات. إحنا هاي يلا أخذنا الضوء إيه الزمن العفو والطول, لعل لو ناخذ الباقيات شلون. إيه بس مو هنا مواضيع يعني كبيرة وهوايدي معلومات. صح, يرادلها نفهم, يرادلها إنه تركزون وياهن, فراح نترك هاي الأمثلة إن شاء الله للمحاضرة القادمة. والله بلا زحمة عليك حتى نفتهم بعد أكثر إن شاء الله, حتى أنتم تطلعون عليها تباوعوها وتقروها حتى نقدر نحكي بها إن شاء الله على المحاضرة القادمة. الحد هنا, إذا عندكم سؤال طلاب اسألوا, ما عندكم سؤال استفسار يمنى يسرى. المادة طلاب ضروري تقروها, لأن ما أنا أقول لكم المادة مو بس إحنا يمكن من نشرحها بسيطة وواضحة وسهلة, لكن لما ترجعون للواقع تقروها يمكن تشوفون بها شيء من الصعوبة. فرجاء أقروا أثناء القراية, اسألوا. زميلكم طلب مني امتحان مو الاثنين القادمة, راح يصير يوم الخميس بإذن الله, راح يصير عندنا امتحان شهري بأربع محاضرات, المحاضرة الأولى والثانية والثالثة, الرابعة إن شاء الله الأسبوع القادم راح تكون داخلة بالامتحان. فرجاء أقروا حتى عندكم مجال, إذا عندكم سؤال إذا عندكم استفهام حتى تسألون بها. أشوف الجماعة بدأوا يسجلون خروج, يعني ما أعرف هل إحنا انتهينا من المحاضرة.